وقفة احتجاجية نظمها ناشطون سياسيون جنوبيون أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء، طالبوا خلالها بانسحاب ما سموها بالقوات الغازية من المحافظات الجنوبية والشرقية، في إشارة إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية، ومعالجة مشكلة المهجرين قسريا من جنوب اليمن ووقف الحرب ورفع الحصار. نحن من هنا من هذه الساحات ومن قبلها منذ العدوان ومنذ الاستيطان هذه الميليشيات التكفيرية أعلننا الكفاح المسلح لتحرير محافظات الجنوبية والشرقية حتى نعود إلى وطننا إلى قرانا إلى منازلنا معززين مكرمين، ونطالب المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة على القيام بواجبها الإنساني تجاه هؤلاء المهجرين قسرا. نطالب بمجلس الأمن الدولي برفع الحصار عن الشعب اليمني، ولا للتجزئة ولا للتفرقة، ونحن شعب واحد واليمن واحد. ولم يفوت المحتجون الفرصة لاتهام بعض الجماعات المتطرفة في مدينة عدن بممارسة التهجير القسري ضد بعض الطوائف والأقليات هناك. أصبحت في المحافظة الجنوبية تهجير للضائفات الدينية الإسماعيلية الصوفية، كل الطائفة هجرت. أصبحت اليوم هناك قتل بالهوية في المحافظة الجنوبية، أصبحت هناك انتشار القاعدة وداعش من قواه ومن يدعمها ويدعمها العدوان. فيما اعتبر ناشطون سياسيون معارضون تنظيم مثل هذه الوقفات في صنعاء مجرد توجيهات من نظام صنعاء لأتباعه وأنصاره من أبناء المحافظات الجنوبية الموجودين في نطاق سيطرتهم لتحقيق أهداف سياسية حسب قولهم. المظاهرة التي خرجت في صنعاء هي تمثل ميليشيات الحوثي وصالح الذين مروا الجنوب لأكثر من 25 عاما. نحن في الجنوب شركاء مع دول التحالف العربي وهم حلفانا وهم من أنقذنا ومن أخرج هذه الميليشيات من أرضنا. سنظل نعمل معهم حتى طرد الميليشيات من اليمن بشكل عام. التهجير القسري والوضع الأمني والسياسي في الجنوب دعا هؤلاء المحتجين من جنوب اليمن لتنظيم هذه الوقفة ليسمعوا كما يقولون أصواتهم للمجتمع الدولي بعد أن طغت أصوات النشاز على المشهد العام في الجنوب حسب تعبيرهم. عبد الكريم الشيباني، الحرة، صنعاء.